مطالب بفتح المساجد في وجه النساء طيلة شهر رمضان. وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تسأله فيه عن إعمال مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للنساء بفتح المساجد لقراءة ورد القرآن الكريم خلال شهر رمضان المفضل. وجاء في السؤال الكتابي الذي وقعته كل من هند الطلب الناني وربيع أبو جعد والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن المساجد ببلادنا تتبع ضوابط خاصة خلال شهر رمضان، حيث تفتح في وجه المصلين من صلاة الظهر حتى صلاة التراويح، وذلك للصلاة وقراءة ورد من القرآن الكريم بالنسبة للرجال. أما المساجد الخاصة بالنساء تفتح فقط للصلاة، علما أن بلادنا تتوفر على العديد من القارئات للقرآن الكريم. قناة إبراهيم أبو جابر، رحلة تي في.